بهدف خدمة اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي في المملكة، نظمت جمعية مجلس الكنائس للشرق الأدنى لإغاثة اللاجئين هذه الدورة في قاعة كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية في خلدة بعمان، بمشاركة 18 منطقة من مختلف محافظات الأردن. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور فرح عطلة أن هذه الدورة التي تشارك بها لجان أردنية سورية تأتي ضمن خطة مجلس الكنائس لتنمية المجتمع المحلي في الأردن بشكل خاص، وسبل دعم إغاثة الأشقاء السوريين في المخيمات الموجودة على أرض المملكة بوجه عام. هذه اللجان بتأخذ تدريبات مستمرة من الجمعية على كافة الأنشطة، مثل جمع المعلومات، مثل كتابة التقارير، زائد الورشات التنموية اللي بتقوم فيها، من ورشات تعليمية لدعم نفس اجتماعي لمطبخ إنتاجي، بالإضافة إلى ورشة أساسية اسمها SYB اللي هو Start Your Business، بنعلم 25 بنت كيف تخطط لبناء مشروع إلها. خلال العام الحالي نفذت الجمعية مجموعة من المشاريع، نفذنا 5000 توزيع، 5000 طرد غذائي، 5000 طرد مرأة، 3000 طرد طفل، بالإضافة إلى 2000 إحرام و300 صوبة، بالإضافة إلى ورشات تدريبية بموضوع تنمية قدرات اللاجئين والمحتاجين ليصبحوا قادرين على كسب مهن واحتياجات خاصة. وبدورها رحبت مديرة مكتب نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان بهذه المبادرة التي تقوم عليها جمعية مجلس الكنائس، داعية المشاركات في الدورة إلى المزيد من العمل والتصميم لبناء تغيير داخلي قبل التغيير المجتمعي، مبينة كذلك استعداد نورسات لتقديم دعمها الإعلامي لكل عمل تطوعي من شأنه أن يصب في مصلحة المحتاجين وإغاثة اللاجئين. كل مواطن هو إعلامي بحد ذاته، وقاعدين عم كمان نعمل برضه دورات تدريبية إنه كيف المواطن يكون مواطن صحفي، الصحفي البناء لما بيعطي كلمة أو بيعطي معلومة أو بيكتب بوست من خلال الفيسبوك أو السوشيال ميديا، يكتب كلمة بناءة تكون الرد الفعل إلها إيجابي دايما مش سلبي. هلا الجمعية مثلا ممكن من خلال مشاركاتكم، من خلال الإعلام الآخرين عن هاي الجمعية ونشاطاتها على أساس الكل يستفيد منها. فنحن كإعلاميين مسؤوليتنا الاجتماعية، ونحن ما بنقول هلا ذكر لي يقول الإعلامية الكبيرة، كلنا إعلاميين من خلال نشرنا لأي معلومات بتحطوها على البوستات، نكون دايماً المعلومة نفكر فيها أنها تكون دايماً إيجابية بناءة للجميع. المشاركات في دورة تدريب المدربين اللواتي يصل عددهن إلى 80 مشاركة يمثلن 8 محافظات أردنية، أشدن من جانبهن بالدور الإنساني الفاعل لجمعية مجلس الكنائس للشرق الأدنى في خدمة اللاجئين والمجتمع المحلي. قام المجلس بالتعاون مع اللجان الموجودة في مدينة العقبة بمساعدة سيدات في بناء أعمال جديدة وإنشاء أعمال جديدة، إضافة إلى التطوير الذي أصابهن في الفترة الماضية. علاوة على ذلك كان في هناك الجانب التثقيفي والجانب التوعوي اللي بتقدمه جمعية مجلس الكنائس في مدينة العقبة. كان دعم مجلس الكنائس في الانطلاقة اللي له في منطقة الشمال بأنه قدم منح تعليمية لطالبات في دورة ICDL في دورة الكمبيوتر، وحيث أنه تابع الموضوع بأنه حتى البنات اللي أخذوا الدورات هذه صح لهم فرص عمل. بعد هيك عملنا يوم تبي مجاني وتواصل الشغل بدعمهم لقسم الحاسوب. طبعا احنا بنشتغل مع مجلس الكنائس لنا فترة طويلة، ومن خلال هاي الدورة اللي احنا بناخذها هلا معهم احنا كمدربين نحتاج لإشي جديد كمان، علشان احنا المجتمع اللي بنشتغل فيه نكون احنا واثقين من نفسنا لما نشتغل. طبعا بنشكر الجمعية الكنائسية، في الفترات الماضية كمان اشتغلنا معهم على توزيع طرود الخير، وكمان قدمنا محاضرات للمجتمع المحلي للاجئات السورية للأخوات الأردنيات. نشكر احنا جمعية مجلس الكنائس انها بتشتغل على التنمية
ويعني من أروع الجمعيات اللي أنا اشتغلت معهم. أنا اشتغلت في مجالات كثيرة في التنمية، لكن عملي مع الجمعية شيء رائع جدا وبيخدم المرأة. وبالإضافة إلى جهودها الواضحة في هذه الدورة المتقدمة، تبقى جمعية مجلس الكنائس للشرق الأدنى لإغاثة اللاجئين رائدة في كثير من الأعمال التي تخدم المجتمع المحلي واحتياجاته في المملكة.